رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. منورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ هيثم نبيل مدير موقع يلا كوره. مساء الخير عليك. مساء الخير. منورنا في كلام في الميديا واكيد منورنا طبعا في قناه الاهلي. ميرسي جدا. ميرسي نوركم. طيب عايزين نتكلم النهارده عن حاجات كتير قوي واكيد طبعا هيكون اهمها لقاء الهام والمرتقب بكره ان شاء الله في دور ال 16 في البطوله العربيه، لقاء النادي الاهلي والوصل الاماراتي. طبعا الذهاب هنا انتهى في برج العرب بنتيجه ايجابيه، التعادل الايجابي. طبعا اكيد النتيجه دي ما كانتش في صالحنا، او يمكن في بعض الناس شايفين ان النتيجه دي ما كانتش مش مطمئنه للقاء القادم. انت شايف بكره اللقاء ده هيكون عامل ازاي؟ طبعا النتيجة هنا مش مطمئنة خالص، لكن طبيعي جدا المباريات اللي زي دي في المستويات القوية اللي زي دي بتبقى ما بيفرقش بالنسبة لك اللعبة على أرضك أو خارج أرضك، وخاصة أن أنت هتلعب في الإمارات يعتبر أرضك برضو زي ما برج العرب أرضك. المشكلة دلوقتي هي نفسية بحتة بالنسبة للعيبة النادي الأهلي. الخروج أو خسارة اللقب الإفريقي أعتقد مؤثر كتير جدا على لعيبة النادي الأهلي وعلى جماهير النادي الأهلي، فالمكسب بالنسبة لجماهير الأهلي مش الخروج بنتيجة تؤهله، لا المكسب، يعني لازم تكسب الماتش مش لازم تصعد الدور الثمانية. الفرق كبير بين الاثنين، ان انت رايح لازم تثبت انك انت خلاص عديت فترة عدم الاستقرار اللي عدت بعد هزيمة الترجي، وتقدر تكسب تاني لان انت بعد كده عندك دوري هيبقى قوي جدا، المنافسة هتبقى قوية جدا، عندك مؤجلات كتير لازم تفوز بيها مرة واحدة ورا بعض وتستمر في المنافسة على البطولة العربية وتفوز بيها، لأن جمهور الأهلي مش هيتحمل خسارة بطولة تانية خلال السنة. استحالة. فطبعا طيب. المباراة صعبة طبعا. خليني أسألك برضو، هل تتوقع أن هيكون في أي تغييرات كبيرة جوه التشكيل الخاص بباتريس كارتيرون في اللقاء بكرة إن شاء الله؟ لا ما أعتقدش، لأن كارتيرون واضح جدا من أسلوب إدارته للمباريات أن هو مش من الناس اللي بتعمل المفاجآت في التشكيلات بتاعته، يعني هو عنده المجموعات بتاعته ثابتة، التكتيك بتاعه بيتحرك في أفراد معينة محفوظين بالنسبة له، أو هو محفظهم اللعب بتاعه، خاصة كمان القايمة في ظل الإصابات وفي ظل الغيابات اللي هتبقى موجودة ما فيهاش تحرك كتير، ما يعرفش يتحرك كتير. فما أعتقدش أن العملية هيبقى فيها أي مفاجأة، لأن المفروض أن كل اللعيبة جاهزة للمباراة الصعبة دي. يعني حاسس ان اللعيبه محتاجه ان هي تعملها شحن نفسي قبل طبعاً. هذا اللقاء الهام طبعا هو الموضوع كله نفسي بحت، لان انت بطوله افريقيا كانت بالنسبه للعيبه وبالنسبه لجماهير الاهلي شيء كبير جدا، انت كنت بتسعي لبطوله مهمه جدا، فخسارتها طبيعي جدا انها تاثر سلبيا لبعض الوقت على اللعيبه وعلى الجهاز الفني وعلى الجمهور. يعني انت حتى لما بتتابعي تعليقات جماهير النادي الاهلي على السوشيال ميديا كتير منهم مش عايزين يتفرجوا على كوره اصلا لحد دلوقتي، يعني صحيح. فهيرجعوا مع عوده الاهلي في المباراه بتاعه الوصل، فهي دي هتبقى الضغط النفسي الشديد على اللعيبه يعني، واتمنى ان هم يخرجوا منه بسرعه. طيب يعني شايف اللقاء ده هيكون عامل ازاي؟ شايف مين فرص مين اللي اكبر في هذا اللقاء؟ طبعا مع طبعا وجود نتيجه الذهاب 2-2، النتيجه دي غير يعني مش موجوده في صالحنا بصراحه. لا انا شايف ان المباراه اعتقد لو تم شحن اللعيبه كويس هيبقى هم نازلين عارفين ان هم لازم يكسبوا المباراه، ما فيهاش جدال. يعني الدور الكبير هيبقى على جمهور الاهلي في الامارات، لان طبعا هيكون متواجد بقوه لمسانده النادي الاهلي. احنا شايفين ان يعني بحسب اللي بيحصل هناك ان في جماهير كتير قوي، جماهير النادي الاهلي بتحاول ان هي تروح للمباراه، ويمكن كمان العدد المخصص للجماهير المصريه او الجاليه المصريه اللي بتشجع النادي الاهلي قليل، حوالي 2300 تذكره، لان كمان الملعب مش بيساعي اكتر من 9000 مشجع. ده هم هيخشوا على انهم هيشجعوا الوصل وهيشجعوا يعني مش هيتصرفوا يعني. صحيح. لكن هي جمهور الاهلي هناك في الامارات هيبقى عليه دور قوي جدا، لان اللعيبه محتاجه دعم خلال المباراه دي، وخاصه النتيجه صعبه، يعني نتيجه 2-2 دي صعبه على اللعيبه في الملعب. فنيا شايف الوصل ازاي؟ هل الوصل بيتفوق على النادي الاهلي فنيا؟ وايه الخطوره اللي فيه؟ احنا يعني لما شفنا اللقاء شفنا لاحظنا ان في 3 لعيبه برازيليين هم دول يعني مركز قوه الوصل، شفنا ان خط هجومه هو قوته.
خط هجومه هو قوته فعلا، ولازم عشان تلعبي عليهم لازم تحجميهم من يعني ما يبقاش فيه الطريقه القديمه بتاعت مان تو مان او حد ماسك حد والكلام اللطيف ده، لازم يبقى فيه تقفيل عليهم من نص الملعب يعني، او تعرف توقف الناس دي ما توصل لهمش الكره اصلا. وهو دول الخطوره بتاعتهم تقريبا برضو كانت في المباراه الاولى، الى جانب ان انت في المباراه الاولى الاهلي ما كانش موفق تماما يعني. صحيح. الاهلي كان بعيد خالص عن المباراه فنيا. يمكن كانت نتيجه اللقاء ده غير متوقعه بالمره بالنسبه حتى لجماهير الوصل الاماراتي، يعني هم ما كانوش متوقعين ان النادي الاهلي ممكن يتعادل بهذه النتيجه قصاد الوصل الاماراتي. حتى لما وقعتنا القرعه مع الوصل الاماراتي يعني كانوا الناس بيوصفوا هذا اللقاء بان الاهلي عنده فسحه قدام الوصل الاماراتي. طبعا لا، ما كانش حد متوقع خالص ان المباراه توصل او تتازم بالشكل اللي احنا شفناه ده، لكن هي الكره كده يعني. الكره ساعات يعني برضو انت في الترجي بعد ما كسبتي هنا 3-1 كله رايح هناك على ان خلاص البطوله حسمت، لكن هي ما فيش في الكره الكلام ده، خلاص انتهى يعني. وما فيش حاجه اسمها فريق صغير وفريق كبير او فريق عنده خبرات وفريق ما عندوش خبرات. هو الملعب دلوقتي هو اللي بيحدد مين هو اللي هيكسب. فيصل حقيقي. حتى فريق الوصل الاماراتي في الدور اللي فات اتعادل مع الاتحاد السعودي 1-1 على ملعبه، ورجعوا في اللقاء الاياب 0-0 برده كان تعادل سلبي. ما هو هي يعني هو الفريق مش تقيل بلغه الكوره يعني، فريق يعتبر من الفرق المتوسطه كرويا يعني في المستوى. الاتحاد بيعاني السنه دي كمان في الدوري. لا الاتحاد الاتحاد بيعاني بقاله فتره طويله، مش السنه دي بس، الاتحاد بيعاني بقاله فتره. فعشان كده الحكم على فريق الوسط هو احنا شفنا ان الفريق قوي، عشان النادي الاهلي كان سيء جدا في مباراه القاهره هنا او اسكندريه اللي كنا بنلعبها. ممكن الاهلي كان بيصب كل تركيزه في مكان واحد هو كانت البطوله الافريقيه. صحيح. يمكن هو ده اللي خلاه ما يكونش مستعد للقاء الوصل بطريقه مناسبه، وهو ده يمكن السبب في النتيجه الايجابيه او التعادل الايجابي 1-1. طبيعي جدا طبعا، كل اللعيبه وكل كل الجمهور وكل اللعيبه وكل الناس كلها كانت مركزه في مباراه الترجي. صحيح. او كان قبلها بقى مباراة الدور قبل النهائي الأول. فطبعا كان كله مركز في بطولة أفريقيا، وبالتالي ده طبيعي إن هو يحصل إن بعض اللعيبة تركيزها يقل شوية في المباراة، وهو ده اللي عمل النتيجة اللي احنا شفناها. صحيح. كل تصريحات باتريس كارتيرون من امبارح للنهارده وحتى من قبل كده ان هو مستعد للقاء الوصل، ابتدى ان هو يتابع كل لقاءات الوصل، يمكن 10 لقاءات فاتوا للوصل الاماراتي في الدوري الاماراتي او حتى في البطوله العربيه، بالاضافه طبعا للقاء الوصل الاماراتي مع النادي الاهلي هنا في برج العرب. شاف ملخصات المباريات دي ومستعد بحسب كلامه جدا لهذا اللقاء. اتمنى ان هو يكون ذاكر الموضوع كويس ويكون مجهز الناس او اللعيبه. شايف ممكن يغير طريقته في اللعب؟ يعني بص، ما بحبش اتدخل في حته هو هيعمل ايه في الملعب دي قوي، لان دي قراره في الاخر وهو اللي يتحمل مسؤوليته. لكن اللي لازم يكون عامله كويس قوي ويكون مركز عليه كويس قوي ان هو يخرج اللعيبه من الحاله النفسيه اللي هم كانوا فيها. يعني هو ده الدور الاساسي ليه خلال المباراه دي، تلعب بلا ضغوط، وده دور مش سهل، ده دور صعب جدا في الوقت اللي احنا فيه ده، دور صعب جدا. فاتمنى النهارده باتريس كارتيرون في اللقاء الصحفي اللي هو طبعا بيسبق دايما المباراه، قال ان الفريق مش محتاج تاهيل نفسي ولا اي حاجه، قال ان هو عنده استعداد وعلى اتم استعداد ان هو يرجع يسعد ال 60 مليون اهلاوي مره ثانيه. لازم يقول الكلام ده يعني، هو من ضمن الاعداد النفسي ان هو يقول الكلام ده يعني. هو لازم يقول ان اللعيبه كويسه، مفيش مشكله نفسيه عندنا، وان احنا هنرجع نكسب تاني. هو ده لازم يتقال. لكن هل في الغرف المغلقه بقى هو اشتغل على الموضوع ده ولا هو كلامه بس؟ هو ده اللي احنا عايزين نشوفه يعني. اكيد هو ده اللي هنشوفه خلال اللقاء. طيب بشكل عام تقييمك ايه لباتريس كارتيرون؟ يعني باتريس كارتيرون بعد ما انتهت البطولة الأفريقية بخسارة النادي الأهلي للقب، طبعا عليه أمال كبيرة جدا من قبل الجمهور والإدارة، توجه له الكثير من الانتقادات وكثير من اللوم، يمكن هو اتحمل الكثير من المسؤولية. شايف باتريس كارتيرون، تقييمك ايه لباتريس كارتيرون ومشواره مع النادي الأهلي من ساعة ما تولى هذا المنصب؟ أنا شايف إن هو مسك الأهلي في ظروف صعبة جدا، عرف يخرج بالفرقة من بعض المشاكل اللي كانت في بداية المشوار الأفريقي، وقدر يوصل بيهم للمباراة النهائية. لكن إحنا ما كناش أو
الجمهور عموما كان واخد المكسب بيداري شويه عيوب كانت موجوده في الفرقه. فما كناش بناخد بالنا ان الاداء ده ما ينفعش يكسبك بطوله كبيره. صحيح. زي دوري ابطال افريقيا. اكيد. فاللي حصل في النهائي ان احنا ان لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني اتصدموا، يعني لقوا ان هم لما بيخسروا لعيبه في النص او حد بيغيب لاي سبب حد من الاسباب بسبب اصابه. صحيح. ما عندناش بديل، او النادي الاهلي ما عندوش بديل. دي مشكله كبيره. يعني دي مشكلة كبيره كمان بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي طول عمره عنده فرقتين طبعا، اكتر كمان. يعني انت بتبقى عندك اللعيبه اللي هو لما يطلع لعيب من الملعب، غير لو كان في ميسي او يعني محمد صلاح، رونالدو، الحاجات الاسماء الكبيره قوي، وانت ما عندكيش الاسماء دي دلوقتي في مصر كلها، يعني مش في الاهلي بس. فكونك ان انت الناس بتحس انك انت متاثر قوي بغياب لاعب او اتنين، دي مشكله كبيره كان المفروض هو يشتغل عليها، ما اشتغلش. صحيح. عليها كويس. صحيح. للاسف الشديد. لكن الجانب الاخر ان هو لا، هو واخد سكواد او قايمه يعني مش قويه جدا، وعرف يوصل بيها لنهائي افريقيا. طبعا يعني الناس اللي هتقول ان ده انجاز، ده مش انجاز بالنسبه للنادي الاهلي. ده عادي انك انت بتنافس على بطوله افريقيا، ده شيء عادي طبيعي يعني. فالانجاز انك لازم تكسبها، فهو ما عملش انجاز لحد دلوقتي. فنقدر نحكم عليه امتى؟ لما يخلص الموسم ده كله ونشوف الريزلت بتاعته عامله ازاي. لان احنا دلوقتي ما نقدرش نحكم عليه، لانه عدى بفترات صعبه جدا. أكيد. عداها. وفي فترات تانية وقع فيها. اكيد. طيب طبعا سمعنا بعد كده على طول اول الاداره اخذت قرار بعد خساره لقب دوري ابطال افريقيا باعاده هيكله قطاع كره القدم في النادي الاهلي. وكان الكلام بيتقال وقتها انه كده كان لازم يتم اعاده هيكله لقطاع الكره في النادي الاهلي سواء كسبنا او خسرنا، لان هم كانوا شايفين من البدايه ان كان لازم يحصل ده. انا بالنسبه لي القرار ما كانش مفهوم بالنسبه لي، لان هو قرار المفروض كان يتاخد من الاول، او يبقى محطوط له السيناريوهات بتاعته ان هو هيتاخد من في وقت من الاوقات يعني. لكن هي الاداره شافت انها مثلا ممكن، وده امر يحسب برضو، ان هم يهدوا الموضوع لحد ما البطوله الكبيره تخلص، وبعد كده يبداوا ياخدوا الاجراءات سواء فزنا او خسرنا. صحيح. او حصل اي حاجه، فيبدا ياخد الاجراءات اللي هو كان عايز ياخدها. يعني كل على الامور، يعني الامور كلها يمكن اعاده الهيكله في وسط بطوله مهمه جدا زي دوري ابطال افريقيا ممكن تسبب نوع من عدم الاستقرار او الشعور بعدم الاستقرار جوه الفريق. فاكيد كان الافضل ان هم يستنوا لغايه ما يتم حسم البطوله سواء بالفوز او ده امر بالهزيم. ممكن نتقبله جدا. لكن هي بقى اللي لازم ناخد بالنا منه واحنا شغالين دلوقتي، هو الهيكله هتبقى بناء على ايه ومطلوب منها ايه، عشان يبقى اللي هيجي او اللي هيشتغل او اللي هيمسك المكان اللي هيشتغل فيه يبقى عارف التارجتس بتاعته من اول دلوقتي ومحطوطه قدام الناس كلها، وعايز هو يروح ليها ويديله الامكانيات اللي هو يحقق بيها الاهداف اللي محطوطه له. يعني كابتن محمود الخطيب ربنا يقومنا بالسلامه يا رب ويرجع قريب جدا ينورنا بقى هنا في النادي الاهلي وفي القناه ان شاء الله. لازم نعمل له احتفاليه ان شاء الله باذن الله بعد ما يرجع. والله يعني انت مش فاهم كميه الناس. انا يعني عشان انا بشتغل في قناه النادي الاهلي، طول ما انا ماشيه في الشارع الناس بتسالني كابتن محمود عامل ايه، كابتن محمود عامل ايه. الناس فعلا كلها قلقانه عليه. طيب كابتن محمود الخطيب قبل ما يدخل او قبل ما يسافر لرحله العلاج دي، كلف كابتن سيد عبد الحفيظ ان هو يقدم ملف كامل عن كل ما يخص كره القدم في النادي الاهلي. شايف ازاي تولي كابتن سيد عبد الحفيظ مسؤوليه زي دي؟ طبعا الاول ربنا يرجع الكابتن محمود بالسلامه. وكابتن محمود الخطيب زي ما انت قلت كده، يعني الخطيب جيبه يعني حاجه مش مجرد اسم، حاجه مش عاديه. يعني مش مجرد اسم بيتقال او مجرد حد ليه قيمه يعني. لا، بيبو هو اللي عمل الشغف بتاع الكوره جوه مثلا 60% من الشعب المصري، مش جمهور الاهلي. يعني هو اللي خلى الناس تحب الكوره. من ضمن الاسماء كان كابتن محمود الخطيب او بيبو. يعني انا واحد من الناس يعني قلت اسمه قبل ما اقول اسم بابا يعني الله يرحمه، اقول بيبو دي قبل ما اقول اسم ابويا. فبيبو لا، بيبو حاجه كبيره قوي قوي يعني، فربنا يرجعه بالسلامه. بالنسبه للكابتن سيد عبد الحفيظ عليه مسؤوليه كبيره قوي يعني. سيد ربنا يكون في عونه بقى، لانه عنده ملف انا شايف لو اتعمل صح هو المفروض يتعمل في كل الانديه المصريه وفي كل المنتخبات المصريه. صحيح. بمعنى اللي هو التخطيط الشامل لاداره الكره في النادي. بمعنى ربط
الفريق الاول بفرق الناشئين بفرق الشباب الصغيره، ازاي هعرف اعمل عمليه تفريغ للفريق الاول من الـ من الـ من الـ من الفرق بتاعه الاعمار الاصغر. صحيح. ازاي اطلع الناشئين بتوعي، ازاي اشوف العيون اللي هتجيب اللعيبه اللي يحتاجها النادي الاهلي في الوقت. فلا ازاي كمان قطاع الناشئين هو اللي يكون بيمدني بشكل اساسي بالمواهب الجديده وصاحب العناصر. على فكره ده لازم يتعمل، ده لازم يتعمل في كل الانديه. صحيح. وفي المفروض. المنتخب المصري وفي اتحاد الكره المصري لازم يعملوا كده، يعني لازم في حد عنده بلان، عنده خطه كده يطلع بيها الدنيا تبقى ماشيه بشكل واضح للناس كلها. فسيد ربنا يكون في عونه يعني. اشاعات كتير قوي في الفتره اللي فاتت من اول ما اتقال ان هيتم اعاده هيكله لقطاع كره القدم جوه النادي الاهلي، سمعنا كلام كتير، اخبار كتير احنا ما نعرفش عنها اي حاجه، صفقات كتير واسامي في صفقات كتير في يناير القادم. شايف الاخبار اللي ملهاش اي اساس من الصحه دي ايه هدفها؟ لا ده عادي بقى يعني، ما ده الطبيعي بتاع الـ بتاع الـ الحاله اللي احنا عايشينها في البلد بقى لنا فتره طويله جدا. كل الناس بتتكلم، كل الناس يعني بيعملوا مشاكل من لا مشاكل، بنلاقي كلام بيتقال على ان فلان مش عايز يقعد مع فلان وفلان مش عايز يتعامل مع فلان وحاجات كتير. صحيح. جدا من الكلام ده، وفي الاخر بيطلع كله على يعني مفيش او حقيقي. يعني هي بس الفكره في الامور اللي زي دي انك لازم تكوني انت نفسك مرتبه نفسك كويس. أوكي. خلال ايام هيلعب النادي الاهلي مبارياته المؤجله، يمكن مباراه كل 3 ايام في شهر ديسمبر القادم اللي هو كمان ايام فعلا. شايف يعني ضغط المباريات دي هياثر ازاي على الفريق؟ لا هياثر جامد طبعا. يعني هياثر لحد مثلا لحد يناير لما يبدا الانتدابات الجديده. لا طبعا تاثير كبير. خلي بالك كمان ان انت اللعيبه نفسها طالعه تعبانة. يمكن 10 مباريات في 33 يوم لو قسمناهم، هم فعلا كل 3 ايام مباراه. اصل احنا اتفاجئنا يعني يعني اللي بينظموا البطوله في مصر هو اتفاجئوا ان النادي الاهلي بقى. بس انا عايز اقول لك على حاجه، احنا عمالين بنفكر لها كده كده يمين شمال. انت مش شايف ان كان ليها اصلا؟ طب انت شايف ان هي كان ليها حل؟ يعني شايف ان كان في حل افضل زي ايه بقى؟ احنا مش هنخترع العجله صح؟ احنا عارفين الارتباطات اللي فيها الانديه المصريه في بطوله افريقيا من بدايه من قبل ما نبدا الموسم. اكيد. وعارفين ميعاد بطوله افريقيا اللي جايه. وعارفين الارتباطات بتاعه منتخب مصر. كل ده معروف صح؟ صحيح. فشغلي او شغل المسؤول يعني ان هو يحط الجدول. صحيح. الجدول على فكره لما تيجي تبص لانجلترا مثلا عندهم كم بطوله بيلعبوا فيها الانديه زينا كده مثلا؟ لا اكتر يعني، عندهم مثلا الدوري الاوروبيه والاوروبيه والدوري الانجليزي كاس الاتحاد الانجليزي. صحيح. وكاس الخيريه وكاس مثلا الناس اللي معديه من جنب الحيط يعني. ايوه مثلا يعني عندهم حاجات كتير جدا. هل في عندنا مشكله هناك؟ هل وجد عندنا؟ على فكره مباريات يمكن في انا عندي تجربه سيئه جدا معاهم ان هم بعتوا لي الدوري لسنتين مش سنه، يعني بيبعتوا لي السكادول بتاع الدوري بتاع الدوري الانجليزي لمده سنتين، السنه اللي انت فيها والسنه اللي جايه بالتواريخ والساعات. فدي مشكلة اللي بيدير، مش مشكلتي انا مش هقعد اداري او افكر انت هتعملها ازاي. المفروض ان انت حضرتك في مكانك عشان تعملها، مش عارف تعملها مش مشكلتي انا يعني، لكن ان انا اخلي فريق. طب انت مثلا عندك اقتراح تاني يعني مثلا ممكن؟ ما هو انا ما عنديش الكلام ده، ما ينفعش دلوقتي. هو دلوقتي ما ينفعش غير الحلول دي. طب دي البطولة هتخلص في شهر سبتمبر القادم، يعني مفاجأة سنة وشهر. مفاجأة كتير. مفاجأة يعني احنا عارفين ولا مش عارفين؟ هو لو عارف، لو عارف ويعرف يظبط الدنيا هيظبطها، بس هو مش عارف يعني ربنا يسهل يعني. طيب بمناسبة الكلام عن الدوري المصري عامة، يعني شايف المسابقة لغاية دلوقتي عاملة ازاي؟ شايف ايه الجديد في المسابقة؟ مفيش مسابقة. انت شايف ان مفيش مسابقة؟ انت بتتكلمي في أكبر نادي في البطولة في المركز الأخير عشان ما لعبش. يعني هو لعب كام ماتش الأهلي؟ ستة يعني عنده كام بقى ماتش مؤجل؟ احنا دلوقتي في الجوله ال 15 تقريبا 15 دلوقتي، فانت عندك 9 مباريات مؤجله. وخلي بالك لسه المصري كمان يعني. صحيح. المصري كمان عنده مباريات كتير. صحيح. مؤجله. لكن شكل عام يعني الزمالك شكل كويس. بادي بشكل كويس. صحيح. بيراميدز عامل شكل كويس. الجونه اللي ما حدش واخد باله منها. صحيح. عامله شكل كويس. حقيقي. جدا. وادي دجله كمان بتلعب كره مختلفه جدا. كره ليها شكل حلو، بس محتاجين يتطوروا في شويه حاجات. النهارده كمان في لقاء ما بين وادي دجله وبيراميدز. ففي انديه عامله شكل كويس، بس ما تقدريش تحكمي على قوه الدوري
غير لما البطل يرجع ويخلص الماتشات بتاعته ونشوف السكاديول عامل ازاي. طيب ونشوف ضغط بقى المباريات دي ورجوع البطل عشان يلعب التسع ماتشات المتأجلة ليه ولا بديل عن الفوز في كل المباريات دي؟ هو البطل شايف الدنيا هتبقى عامله ازاي، المباريات دي تبقى عامله ازاي، الضغط البدني على اللعيبه النفسي. يعني بصي هو كفايه الضغط ان انت عندك تسع ماتشات مفيش بديل عن الفوز، يعني لازم تفوز، يعني لازم تفوز. هو ضغط عصبي وبدني، وخلي بالك ان العصبي هيأثر على البدني اكيد يعني، ما ده طبيعي. فالموضوع لا صعب جدا بالنسبه للعيبه وبالنسبه للجهاز الفني وبالنسبه للجمهور الاهلاوي ان هو يبدا يستوعب ان الموضوع ممكن يكون فيه اخفاقات تانية، ممكن يكون فيه تعادل، ممكن يكون فيه اي حاجه. بس المهم نركز او كل جمهور يركز على اخر الموضوع هيوصل لفين. يعني لازم التركيز يبقى على نهايه البطوله مش دلوقتي. يعني دلوقتي اكيد هيحصل فيه حاجات مش طبيعيه ليكوا للفرق الثانيه اكيد اكيد. بس الاهلي لو عايز يعني ينهي الدور الاول في مركز متقدم فما فيش. هو احنا عارفين في الدور الاول انت عارفه مش عارف يعني. انا معرفش. لا بس انا عايز اقول لك على حاجه، يعني كل التصريحات كل التصريحات اللي طالعه من اتحاد الكوره المصري بيؤكدوا ان الدوري هيستمر، الدوري مش هيتلغي. عيب الموسم الحالي. مجرد ان هم يقولوا اللي هو مش هيكمل دي عيب، يعني لو يعني حد كان قالها يعني عيب طبعا. لا قالوا ان الكلام ده كله كلام اشاعات صحيح وملوش اي اساس من الصحه. طيب معانا دلوقتي كمان هو على الشاشه التدريب بالنادي الاهلي من الامارات حالا، يعني هم دلوقتي في التدريب. ربنا يوفقهم ان شاء الله. طيب نرجع نكمل كلامنا عن الدوري المصري. الدوري المصري بقى من اهم الحاجات اللي بتميزه في هذا الموسم الكوارث التحكيميه، يعني كوارث الحكام في الدوري المصري ملهاش مثيل في الموسم الحالي. عامه هي كده كده في المواسم اللي فاتت برضو كان كل موسم كده بيبقى ليه لقطه كده مفيش زيها اتنين، يعني ما بتحصلش. الموسم الحالي اكيد تلات ارباع الانديه في الدوري المصري ممتازه تلات ساعات من التحكيم، واحنا طبعا اكيد النادي الاهلي كان عندنا مشكله وكان عندنا ازمه برضو في التحكيم. شايف الازمات دي ممكن تنتهي ازاي؟ شايف في الجمهور بيطالب بتطبيقها والانديه بتطالب بتطبيقها والاتحاد رد وقال احنا ما عندناش الامكانيات دلوقتي ان احنا نطبقها ونشيل الموضوع ده من دماغكم في الموسم الحالي، ان شاء الله على الموسم اللي جاي الله اعلم امتى يعني هنستخدم تقنيه الفار او الفيديو، ولازم لما نيجي نستخدمها نعمل دورات تدريبيه للحكام عشان نعرف نستخدمها بطريقه صحيحه. شايف المشاكل دي والازمات دي تخلص امتى ولا دي قلقان جدا يعني من عرض مستمر لن ينتهي؟ لا طبعا عرض مستمر مش هتخلص. وحتى لما نيجي نستخدمها انا مشكلتي ان انا هبقى قلقان، يعني ان انت بتستخدمي الفار في مصر يعني ممكن يعترضوا على اوت يعني. رجع لي الاوت ده تاني اتفرج عليه. ممكن بقى تلاقي اللعيبه بتجري على الحكم ده في الاوت دي بتاعتي والله العظيم وبتاع ويحلف بقى وكده. هي بس القضيه كلها انك انت لازم يكون عندك اداره كويسه جدا للبطوله، لان البطوله سعرها غالي. سعرها غالي، فانت تكون فنيا عاليه. صحيح. عشان تبقى فنيا عاليه لازم تصرف على الحكام او تعمل لهم بقى اللي هم عايزينه، لان هم دول اللي بيخلوا البطوله تبقى قويه. صحيح. لان الحكم في الملعب مهم جدا. يعني حضرتك شايف ان الدورات التدريبيه للحكام المصريين هي الاهم في الفتره الحاليه عشان نخرج من الكارثه اللي احنا عايشين مش فيها. مش دورات تدريبيه بس، مش مجرد بس ده كده، انك انت تجيب لهم اطباء نفسيين. ده بجد انا مش بهزر، طبيب نفسي عشان يقعد يعلم الحكم، والله مش هزار، ده بجد موجود في العالم، يعني عشان يعلم الحكم ازاي يتعامل مع الضغوط. ما هو دلوقتي ما بقاش ضغوط جماهير، ده احنا بنلعب من غير جماهير وبيعملوا الاخطاء دي، فما بالك في وجود جماهير هنعمل ايه؟ عندك حق. فلازم يتعامل كمان مع ضغوط السوشيال ميديا. ما هو السوشيال ميديا دي دلوقتي شئنا ام ابينا بقت جزء كبير جدا من الجماهير، وهو اللي بيحرك كتير جدا من الاحداث. فلازم يبقى عنده القدره على انه يتعامل مع الكلام ده. استاذ هيثم نبيل نطلع دلوقتي معاك لفاصل سريع ونرجع نكمل معاك كلامنا النهارده عن الدوري المصري الممتاز وعن المنتخب اكيد. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل معاك باقي فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا.
رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ولسه منورنا استاذ هيثم نبيه مدير موقع يلا كوره، برحب بيك مره تانية. ونرجع بقى نكمل كلامنا، كنا بنتكلم طبعا عن جدول المسابقات وعن النادي الاهلي وعن مبارياته ورا بعض، يمكن في 33 يوم هيلعب النادي الاهلي 10 مباريات، وقد ايه ده هيأثر عليهم نفسيا وبدنيا. طيب بعيدا عن النادي الاهلي، نروح لمنتخبنا بقى الوطني الاول. شايف أجيري إزاي؟ شفت تقييمك إيه لأجيري في لقائه الأخير قصاد تونس؟ يمكن اللقاءات اللي قبل كده ما كناش نقدر نحكم على أجيري بسبب طبعا يعني تواضع مستوى المنافسين، سواء منتخب النايجر أو منتخب إيه تاني؟ منتخب الدولة اللي غيرت اسمها دي أسوازي لاند سابقا، اللي هي ما علينا، أيسواتيني حاليا. أيوه هي، مش بعرف أقول اسمها بصراحة. لا هو الـ 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 بالنسبه لي يعني هو تقييميا رقميا 10 على 10 اداء بقى في الملعب او كده ما نقدرش نحكم عليه حتى بعد مباراه تونس. في مباراه تونس شكل المنتخب كان كويس في بعض الاحيان، مباراه انا حتى ما شفتهاش لايف يعني شفتها متسجله بعد كده. الشكل العام بيقول ان في حاجه بتحصل في الملعب في جديد، بس ايه هي احنا لسه ما شفناهاش بالظبط. وعلى الاغلب هيكون الجديد هو بس الطريقه المختلفه، يعني احنا كنا مع هيكتور كوبر كنا بندافع بحت، مش غير ان احنا بندافع، لكن دلوقتي بنشوف لعب مفتوح. هيكتور ما كانش مشكلته الاساسيه ان هو عنده طريقه واحده ما بتتغيرش ان شاء الله لو عملنا ايه. هيكتور كوبر ما بيغيرش، يعني لو هنلاعب مثلا البرازيل زي ما هنلاعب بنين مش هتفرق معاه في اي حاجه. فاللي احنا هنشوفه ونحس ان هو طفره كبيره جدا، بس هو مش طفره ولا حاجه، ان يبقى المدير الفني عنده مرونه تكتيكيه يعرف يتحرك جوه الملعب. لكن عشان تحكمي على اداء بقى مدير فني وعلى فكره وعلى الكلام ده كله، لا محتاجين اختبارات اقوى من كده بكتير، لان حتى كمان مباراه تونس ما كانتش بالقوه اللي احنا متخيلينها. يعني لا تونس جايه خلاص مريحه، احنا مريحين جدا، احنا خدنا الموضوع بشكل ان احنا لازم نكسب، وده كان مفروض فعلا ان احنا لازم نكسب عشان الاستمرارية في النجاح بالنسبة للجهاز الفني الجديد تستمر معاهم، وده كان شيء مهم جدا. لكن المباراة كاختبار، لا مش اختبار، الاختبارات هتيجي بقى بعد كده واقدر احكم عليه في البطولات المجمعه بقى، اشوفه هيغير طريقه اللعب كذا مره. صحيح. ولا هيعتمد على حاجه واحده ولا ايه بالظبط. طيب نرجع تاني للنادي الاهلي ونطير لدبي مع كريم احمد زميلنا مراسل قناه النادي الاهلي هناك، ومعاه المدير الفني للنادي الاهلي مستر باتريس كارتيرون، اللي هيكلمنا عن استعدادات النادي الاهلي للمواجهه المهمه والمرتقبه غدا ان شاء الله قصاد الوصل الاماراتي في دور ال 16 من البطوله العربيه. معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، استعدادات مكثفه لفريق النادي الاهلي والجهاز الفني لمباراه الاهلي والوصل الاماراتي ان شاء الله باذن الله تكون هذه المباراه من نصيبنا، في تركيز كبير حابين نقوله طبعا، ونطمن كل جمهور النادي الاهلي على هذه المباراه. سريعا كمان ينضم لي مستر باتريس كارتينون المدير الفني مع دكتور عمرو محب ايضا. انا شايف ان في تركيز كبير بالنسبه لمعسكر فريق النادي الاهلي، مباراه صعبه، مباراه اكيد ليها حسابات كثيره جدا، التجهيز البدني التجهيز النفسي من مستر باتريس، اتكلم ازاي مع اللعيبه وحابب يقول عن هذه المباراه. Bah on sort d'un traumatisme parce que quand on est à l'Ali, perdre la finale de la Champions League, c'est un échec. Donc il faut déjà digérer cet échec, l'assumer, et surtout la seule réponse à la défaite, c'est la victoire. Donc il faut repartir de l'avant, il faut avoir l'envie de montrer à nos fans qu'on est prêt, qu'on s'est rétabli, qu'on a préparé les choses comme il faut pour aller chercher une qualification en quart de finale. طبعا موقف صعب، احنا خارجين يعني من اخفاق، لان الاهلي لما يخسر في نهائي بطوله ده فشل، واحنا لازم نعترف ان في فشل حصل، وطبعا احنا ما عندناش حلول ثانيه، لازم نكسب عشان نهدي الفوز للجماهير ونحسسهم ان عندهم فرقه كويسه ممكن تنافس وممكن تخرج من الكبه اللي هي فيها وتحقق نتيجه ايجابيه. نقطة مهمة عايز أتكلم عليها في محاضرة أمس بالنسبة لمستر باتريس، كان في حماس كبير جدا من مستر باتريس مع التوجيه للاعبين، مع أكيد يمكن تحفيز كبير كمان للعيبة النادي الأهلي نظرا لأهمية هذه المباراة، وأيضا كمان للظروف المحيطة بفريق النادي الأهلي، يمكن بالفعل أنا بتكلم صح ولا غلط؟ Oui, c'est. Mais ça, ce sont des choses qui restent entre les joueurs et moi. J'ai la chance d'avoir un groupe qui accepte mes mots, qui accepte les reproches que j'ai à faire et les. Et il me semblait important à 48 heures de ce match de remettre tout le monde dans le droit chemin en termes d'état d'esprit
pour prendre conscience qu'on a besoin d'un résultat positif demain soir pour repartir sur une dynamique positive, pour nous redonner de l'énergie, pour redonner du bonheur, de la confiance à tout le monde et pour réattaquer une série de matchs en championnat pour revenir progressivement dans la course pour le titre. بقول له عند حقيقة حق بس أفضل ده حاجة تبقى بيني وبين لاعبتي لأن كويس إن لاعبتي عندي مجموعة لاعبين بتتقبل انفعالي وكلماتي اللي بقولها في وقت انفعال وكلمات حادة ساعات وطبعا كان لازم أتكلم معاهم امبارح كان فاضل 48 ساعة على المباراة وكنت شايف إن لازم أحطهم على الطريق الصحيح عشان يبتدي يركزوا يخش في حالة التركيز المطلوبة عشان أحقق نتيجة إيجابية نتيجة إيجابية في ماتش ده مهم جدا علشان خاطر نرجع على الطريق الصحيح خصوصا عندنا مباريات كتيرة في الدوري مستنيانا فممكن ناخد تبقى في زي ديناميكية أو في أداء إيجابي لينا من المباراة دي تبقى بداية لينا عشان نحقق سلسلة انتصارات في العودة. في بدلك بيقابل مستر باتريس مع لعيبة النادي الأهلي الإصابات والغيابات الكثيرة جدا خلال الفترة اللي فاتت سواء في البطولة الأفريقية وأيضا كمان ختاما بالبطولة العربية ده ليه تأثير كبير على ما أعتقد خلال الفترة اللي فاتت. On a des joueurs qui sont qualifiés pour la Coupe arabe et qui sont qualifiés pour le championnat. C'est vrai que la on avait dû faire avec des absences mais avec des joueurs qu'on pouvait pas utiliser puisqu'on préparait aussi beaucoup la Champions League aujourd'hui. On a des joueurs frais qui peuvent apporter un plus au staff et à moi-même de trouver les solutions pour rester compétitif, quelles que soient les difficultés. وفعلا كان في غيابات بس انا عندي مجموعه كويسه من اللاعبين متسجلين في القائمه الافريقيه والقائمه العربيه واللعيبه دي ما كانتش موجوده ما كناش بنستخدمها ففرصه ان احنا نلعب لعيبه يعني دم جديد ينشط الاداء ويبقى فرصه حتى يثبتوا نفسهم ويرضوا الجهاز الفني ويرضينا انا بشكل شخصي. حضور الجماهير هيكون يمكن بنسبه قليله نظرا طبعا للعدد الكبير لجمهور نادي الوصل الاماراتي بيشوف ده بينعكس ازاي على فريق النادي الاهلي وحابب يقول لكل جمهور النادي الاهلي. Ouais, déjà, nous, on va jouer, même si on n'avait qu'un seul supporter à venir, on donnerait tout pour lui. Donc, je veux qu'on joue avec fierté, je veux qu'on joue avec l'orgueil de montrer qu'on a eu un échec il y a quelques jours en arrière, mais on est capable de rebondir, on est capable de s'améliorer et de présenter un meilleur visage. عايزين نلعب بفخر ونلعب بشخصيه ان احنا فرقه كبيره يعني جانبها الحظ في الماتش الاسبوع اللي فات لكن احنا راجعين تاني وعايزين نعمل اداء كويس ونقول لجماهيرنا ان احنا موجودين وان احنا يعني كنادي الاهلي موجودين وبنادي نتيجه كويسه. شكرا جدا. شكرا. بنشكر اكيد مستر باتريس سكرتيرون المدير الفني لفريق النادي الاهلي زي ما قلنا طبعا واكدنا يمكن في تركيز كبير جدا لهذه المباراه مباراه مهمه ويمكن اتكلمت مع مستر باتريس عن السؤال يمكن امبارح في التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي او التدريب الاول على الملعب الفرعي كان في حماس كبير جدا لمستر باتريس مع اللاعبين يعني نقدر نقول بلغه الكره كده كان في تعنيف كبير جدا لكل لعيبه النادي الاهلي لكن طبعا قال ان يمكن اللعيبه بتقبل كلامي ودي حماس جدا للمدير الفني اكيد بحجم مستر باتريس ان هو يكون في علاقه كبيره بين لعيبه النادي الاهلي وايضا كمان المدير الفني بيتمنى كل الامور المحيطه فريق النادي الاهلي كلها يمكن تتشال على جنب بلغه الكوره وبالتركيز الكبير جدا فيها المستطيل الاخضر مباراه غايه في الاهميه باذن الله ثقتنا كبيره في كل لعيبه النادي الاهلي وايضا كمان في الحضور ليكون من الجاليه المصريه وجمهور النادي الاهلي بهذا فريق النادي الاهلي في كل مكان في اي وقت مهما كانت الظروف ده اكيد عهدنا بكل جمهور النادي الاهلي وان شاء الله كالعاده نكون مستمرين معاكم وننقل لكم بشكل حصري على قناه النادي الاهلي كواليس مباراه النادي الاهلي والوصل الاماراتي وكل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. شكرا ليك زميلنا كريم احمد مدرب النادي الاهلي الاخير المقام دلوقتي على نفس الملعب اللي هتقام عليه ان شاء الله بكره المباراه على استاد زعبيل. طبعا اهم تصريحات باتريس شفناها دلوقتي قال احنا خارجين من ازمه كبيره احنا فعلا فشلنا طبعا يعني بعتبر ان ده من شجاعة باتريس كارتيرون او دي من اكتر الحاجات اللي بتميز المدير الفني باتريس كارتيرون دايما بيعترف يعني بالحقيقه بيقول انا فشلت ما عنديش حلول تانية غير اني افوز في اللقاء القادم اللي هو لقاء بكره عشان اقدر اواجه الجمهور وكمان اتكلم قال ان هو كان عنده جلسه ما بينه وما بين اللعيبه قال انا عايز احتفظ بالكلام اللي انا قلته انا واللعيبه في الغرفه المغلقه مع بعض ولكن انا كان الهدف من الجلسه دي ان انا ارجع واحطهم مره تانية على الطريق الصحيح عشان نقدر نكمل البطولات اللي قدامي. يعني هو تقريبا تصريحاته متوافقه تماما مع اللي احنا قلناه ان هو لازم يخش في الجانب النفسي بشكل كبير جدا وهو صحيح. واضح ان هو شغال عليه كويس. الحاجه الثانيه طبعا فكره الحماس لان غصب عن 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 عن, عن اللعيبه نفسهم هتلاقي اللعيبه برضو في بعض الاحيان كده الحماس قلل شويه فلازم هو يتدخل بقوه طبعا عشان يرجع الموضوع لاطاره صحيح. يعني فاتمنى لهم ان شاء الله التوفيق بكره وان
زي ما هو قال كده، هو النتيجة زي ما احنا قلنا في بداية الحلقة، لازم فوز مش لازم تأهل. الفرق فوز. كبير. لازم فوز يعني. صحيح. بشكرك جدا أستاذ هيثم نبيل مدير موقع يلا كورة، نورتنا النهاردة في كلام في الميديا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا شكرا لحسن متابعتكم. أشوفكم بكرة، لا أنا أشوفكم يوم السبت اللي جاي إن شاء الله الساعة 5 مساء في كلام في الميديا. بكرة إن شاء الله يكون معاكم زميلي أمير شام في حلقة جديدة. بكرة المباراة. مفيش بكرة حلقة أصلاً. مفيش بكرة حلقة. أشوفكم بقى أنا على طول يوم السبت اللي جاي إن شاء الله الساعة 5 مساء على قناة النادي الأهلي في برنامج كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم، وإن شاء الله بكرة يكون يوم أسعد وكله فوز وانتصار، وتبقى يعني حاجة كويسة بإذن الله. يا رب. يا رب إن شاء الله.